ازيك يا عسل ياسر؟ مصر. انت البلد بتاعتك دي اسمها ايه؟ كفر ناصر. انت عندك ما شاء الله كله بنات. عايشين ازاي؟ دخلكم منين؟ انا بابا الله، ولا دخل ولا جاب ولا اي تحاس. الميه مش لاقين برضه نشرب. امال بتشربوا ايه؟ بنروح نملى البحر وخلاص، بنمشي ترجع قبل ما نجيب الميه. مطعم مدلح كده مش حلو، ونبغى برضه من الميه دي. وريني الميه. هي دي اللي بتمليها؟ ايوه هي دي، ودي اللي هاخدها معايا. ودي اللي بنملاها ونركن منهم ونشرب منهم ونغسل منهم. بس هي دي. يلا الله يكون في عونك يا حبيبتي، معلش. ان شاء الله كل شيء هيتحل. يا رب يخليك. عشان احنا في ايام مفترجه. هي كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. توصيلة المياه لبيت زي بيت عفاف واللي زيها هتتكلف حوالي 2000 جنيه. ما تأجلش زكاتك في بيت الزكاة، لأن زكاتك بركة حياتك.